بيت صدام حسين من عندهم أخوة ما يتخلون عن أخوته. مو لو عندي أخ هسه جيب لي 20 أخ أنا راح أشكرك وأكون سعيدة أنه لقيت لي أخوتي. راح أحكي لك شيء سمعناه من الوالد، والوالد من عنده ابن رئيس صدام من منو يخاف؟ يعني إذا رجل عنده ابن يخاف أنه عنده ابن يخفي عن الساحة ليش؟ يعني مدى أشوفها منطقية الموضوع هذا صحيح؟ في أحد السنين كانت بالتسعينات ممكن 93 92 94 بل حوالي نجتمع كالعادة مثل ما ذكرت لحضرتك مع الوالد على الغداء، وكان لغط يعني من هالنوع. الوالد يقعد برأس الطاولة وإحنا نتوزع يمين ويسار، هسه كأنه مقابيلي من دا يحكي، قال يا أولاد، دار على والدي قالها ساجدة وما يقولها معدي يقولها ساجدة. أنا عندي 5 أخاف فد يوم يظهر شخص يقول أنا ابن صدام حسين. تعرف كرئيس دولة أجهزة مخابراتية يوصلوا له معلومات، قيل كذا قيل كذا، هذه من الوالد مو تكهنا مو نقلا عن. أنا لما سألتني أكو أشياء أقول لك أنا ما سمعتها منه، الله أعلم، أنا هاي سمعت وكل خواتي وأخوتي وأمي وكلنا. إحنا الأشياء اللي لفقت علينا كعائلة كثير هاي من ضمنها، يا ريت بس ابن أختك فلانة وأنت زايحتها عن الساحة، أسماء غريبة عجيبة بحياتي ما سمعتها. وبعدين كل فقاعة تنتهي، يعني لو عندي أخ أو أخت هم شنو يعني شبح؟ دول ولد صدام حسين إذا موجودين عندهم اسم ومكانة والناس تعرفهم، بعدين كانوا عايشين بالعراق ماكو ناس تعرفهم؟